السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هناخد فيديو صغير كده على يونت 1 عشان نختم بيه اليونت ونبقى خلاص خلصنا بقى من يونت 1 ونستعد وندخل على يونت 2. طب الفيديو النهاردة عبارة عن ايه؟ زي ما كنا خدنا في التقسيمة بتاعتنا ان احنا يونت 1 هناخدها بالشكل التالي. خلصنا اول 4 دروس النهاردة، الدرس الاخير اللي هو التست. تعالوا اما ناخد امتحان نحله مع بعض من اوله كده لاخره ونشوف هل هنعرف نحل ولا مش هنعرف. طب نتعامل ازاي مع كل سؤال؟ لان في اسئله محتاجه معامله خاصه جدا جدا مننا. زي مثلا اول جزء عندنا هو جزء ايه؟ هو جزء الليسننج. السؤال اللي هو ايه ده كله 1 و2 على الليسننج بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن قطعتين صغيرين جدا المستر بيدخل وبيقراهم علينا مثلا، او بنسمعهم او ايا يكن. تمام، كل اللي احنا عايزين نعمله ايه؟ ركزوا معايا كويس جدا جدا جدا. السؤال ده من اسهل الاسئله اللي ممكن تقفلوها، ولكن لو مشيتوا بالخطوات اللي انا قلت عليها. اول حاجه امسك الاسئله اقراها، الاسئله الاولى دي على القطعه الاولى، فهنمسكها كده نقراها كويس جدا. اول حاجه السؤال بيقول ايه؟ نقراها ونفهمها مش نقراها وخلاص. When does علي have PE؟ امتى علي بيكون عنده تربية بدنية؟ حصة ألعاب مثلا بيكون عنده امتى؟ اون وفي أيام. يبقى أنا هنا بركز على إيه؟ بركز على اليوم اللي علي عنده فيه تربية بدنية. تمام؟ اليوم. تمام، بعد كده هاو ميني، هاو ميني بنسأل على العدد. بلاي جراوندز آر زير، في كام ملعب في المدرسة بتاعت علي؟ هل 1 2 3 4؟ برضو فاحنا هنركز على عدد الملاعب. ورقة صغيرة كده تكون معانا، نكتب يوم التربية البدنية، يوم البي اي، وعدد البلاي جراوندز. تمام، طيب هو داز علي بلاي ويز، علي بيلعب مع مين؟ ده سؤال يعني ممكن نتوقعه اصلا، ولكن ايه برضو هنسيبه، هنعرف، عايزين نعرف علي بيلعب مع مين. دي بالنسبة لأول قطعة، تعالوا هنقراها مع بعض وبعد كده نيجي على تاني قطعة. أول قطعة بتقول لنا إيه؟ علي is at a large school. It has two playgrounds. One for football and the other for basketball. He has PE on Sunday. He plays with his friends. He goes home with his cousins. طيب نركز بقى وهقراها مرة كمان مش هترجمها. هقراها برضو مرة كمان من غير ترجمة. علي is at a large school. It has two playgrounds. One for football and the other for basketball. He has PE on Sunday. He plays with his friends. He goes home with his cousins. نركز بقى عشان في لعبة صغيرة هو حب يلعبها عليكم في القطعة دي. ايه هي؟ اولا هو مدينا اجابة اول سؤال سهلة جدا، طبعا هتكون Sunday زي ما سمعنا. تاني سؤال هيكون فيه ملعبين، ملعب للكورة وملعب للسلة. تالت سؤال اللي فيه تركاية. ليه بقى؟ انت لو واحد بتسمع القطعة او بتشوفها وبتاخد الحاجة اللي انت سمعتها وخلاص وتحطها، هتلاقي Sunday مش هتلاقي الحاجات التانية دي فهتحط Sunday، هتلاقي تو مش هتلاقي بقية الارقام فهتحط تو. اما هنا بقى لا، هنا في his friends وفي his cousins، هو بيلعب مع اصحابه وبيروح مع ولاد عمه. طيب السؤال على ايه؟ السؤال على بيلعب مع مين، يبقى الاجابة his friends. طب لو كان السؤال بيروح مع مين كانت بقت his cousins، فنركز في الحاجات دي. طيب القطعة التانية بيقول لنا ايه؟ نقرأ برضو الاسئلة الاول ونحلل الاسئلة نشوف احنا عايزين ايه من السؤال. when يبقى بنسأل عن وقت. when is the best time to arrive at school؟ امتى الوقت الافضل ان احنا نوصل للمدرسة؟ What is the most polite way to ask a question in class؟ ايه اكتر طريقة مهذبة ان انت تسأل سؤال في الفصل؟ احنا كده عايزين نعرف افضل ميعاد للمدرسة وافضل ميعاد للوصول للمدرسة وافضل طريقة ان احنا نسأل بيها في الفصل. What must you do at school؟ What must you do at school؟ شايفين صيغة السؤال دي عشان مهمة هنحتاجها كمان شوية. ايه اللي انت لازم تعمله في المدرسة؟ تعالوا اما نقرا القطعة وعايزكم برضو هقراها مرتين وانتوا تكونوا بتجاوبوا عبال ما انا اكون خلصت قراية، يعني ما تستنوش الاجابة عشان تكون الاجابة ايه انت بتصحح لنفسك بقى. These are our school rules.
These are our school rules. You must arrive at school before lessons start. Before you ask a question in class, you must put your hand up. You must follow school rules. تاني. These are our school rules. You must arrive at school before lessons start. Before you ask a question in class, you must put your hand up. You must follow school rules. طبعا اول سؤال الاجابه بسيطه جدا. The best time to arrive at school is before lessons start. الاجابه اللي انا عايزها امتى؟ فين الحته دي؟ الحته اللي باللون الاحمر اللي قدامنا دي. تمام، دي الاجابه اللي بتاعت السؤال. طب ايه يا مستر اللي انت كاتبه ده كله؟ بصوا اهو كله كده واخده من هنا، ما نقلتش حاجه من معايا. وفي الاخر بحط ايه؟ از. ليه؟ لان الحاجات دي مفرد، الميعاد ميعاد واحد مفرد. طب لو الحاجات دي كانت كتير كانت جمع كنت حطيت ار بس، وبعد كده احط الاجابه بتاعتي عشان بس اخلي الاجابه ايه، جمله كامله حلوه. اما لو انت حطيت برضو الحته دي بس مظبوط عادي مفيش مشكله. طيب اكتر طريقه مهذبه نفس الحاجه، عملت ايه؟ بصوا ادي اللي بالاسود اهو، ما جبتوش برضو، جبته منين؟ من هنا. وبعد كده حطيت از اهي، وبعد كده الاجابه بتاعتي to put your hand up، ان انت تحط ايه، ترفع ايدك لفوق عشان تسال سؤال. بعد كده what must we do you do at school، هنا بقى ما فيش حاجه نحطها. فممكن او ممكن اقول ايه مثلا، you must بعكس ديت، you must follow school rules، انت لازم ان انت ايه تتبع القواعد المدرسيه. تمام، ده كان السؤال الاول والتاني او اسئله الليسننج، كده خلصناه. تعالوا بقى ندخل على اسئله اللانجوج فانكشنز واللي احنا بناخدها في الدرس الثالث والرابع. حلينا عليهم كتير ولكن ادينا بنعيد. هلو ماي نيم از حسن، سؤال المحادثه من الاسئله برضو البسيطه جدا، خاصه في تاني اعدادي انت لسه صغير، انت بتكتب كلمه واحده بس، بعد كده انت هتبقى بتكتب جمل، فلازم ان انت تكون شاطر فيه من السنه دي عشان ما يعملكش مشكله. حسن از توكينج ويز علي ات سكول، حسن بيتكلم مع علي فين؟ في المدرسه. طيب هلو ماي نيم از حسن، اسمي حسن. وات از يورز، اسمك ايه؟ ممكن يقول وات از يور نيم، وممكن يقول ايه، بما ان انا قلت اسمي فبقول وات از يورز، بتاعك انت بقى اسمك ايه. قال له هاي حسن، اهلا يا حسن، اي ام علي، انا اسمي علي. وبعد كده نقطة، ادي النقطة كده ختمت الجملة. وبعد كده مكان، وبعد كده از ذا لايبراري، وعلامة استفهام. طيب احنا مش فاهمين، برافو اكيد مش تفهمه. طيب ايه اللي نعمله؟ نقرا الجملة اللي بعدها. It is on the first، هو هنا بيعمل ايه؟ هنا بيوصف الدايركشنز او بيوصف بيوصف المكان او اللوكيشن بقى، بيوصف المكان بتاع اللايبراري. يبقى هو سأل على ايه؟ على مكان اللايبراري. وبنسأل بإيه بقى؟ فاكرين الصيغة؟ Where is the library؟ أين تكون اللايبراري؟ طيب the first، the first بيجي بعدها إيه؟ The first floor، الدور الأول. Will I turn right or turn نقط؟ طالما كده بيقول له إيه؟ هل أتجه لليمين أو يعني ألف لليمين ولا ألف لإيه بقى؟ برافو عليكم، ألف للشمال بقى، بدل رايت هتبقى ليفت. يبقى ألف يمين ولا ألف شمال؟ قال له turn right، لف يمين. Do you want anything else؟ عايز أي حاجة تانية؟ قال له إيه؟ no، وبعد كده نقط يو. ما ينفعش هنا نقول thanks، لازم نقول إيه؟ thank you بس، من غير الإس اللي في الآخر، تمام؟ طيب إمتى نقول بقى thanks؟ لما يكون مفيش يو. تمام؟ خدوا بالكم من الحتة دي، ما ينفعش نقول thanks you، لأ، هي thank you. طيب لو عايزين نقول thanks مش هنحط يو بقى. ماشي. وات، السؤال ده مرة بنجاوب ومرة بنسأل، فمهم جدا نكون عارفين تكوين الجملة عبارة عن ايه وتكوين السؤال عبارة عن ايه، وهتلاقوا دروس على القناة بتشرح تكوين الجملة وتكوين السؤال. وات ويل هابن اف يو ران ان ذا كوريدور، ايه اللي هيحصل لو انت جريت في الكوريدور؟ شوف انت ايه اللي يحصل. مثلا ذا تيتشر ويل بانش يو، المدرس ايه؟ هيعاقبك. او مثلا يو ويل فول، انت هتقع مثلا، وهكذا. شوف حاجة بس ايه، ذا تيتشر مثلا اهو، وبعد كده ويل، سوف، وبعد كده حط الفعل بتاعك في المصدر. طيب هنا بيقول لنا وي ماست بي كوايت ان ذا سكول لايبراري، احنا لازم نكون هادين في المكتبة بتاعة المدرسة.
لو ذاكرته بقى شفتوا الدرس بتاع تكوين السؤال هتلاقوا ان الموضوع ده سهل جدا. ولو خدتوا بالكم في الصفحة اللي فاتت اللي كنا بنتكلم فيها لما قلت لكم ايه ركزوا على التكوين دوت عشان هنحتاجه، اهو احتاجناه. بنعمل ايه بقى هنا؟ احنا هنا السؤال بتاعنا هيكون بايه؟ بوات. طب ليه؟ لان احنا هنا جاوبنا اجابة كبيرة وي ماست بي كوايت، احنا لازم نكون هادين. فانا عايز اسال ايه؟ ايه اللي لازم نعمله؟ ايه اللي احنا لازم نعمله؟ فهو قال احنا لازم نكون هادين. نكون السؤال ده ازاي؟ اول حاجه بنحط اداه الاستفهام اللي هي وات، وبعد كده هنعكس ماست وي، فيبقى وات ماست وي دو ان ذا سكول لايبراري، ايه اللي احنا لازم نعمله؟ طبعا دو بتيجي في المصدر عشان ماست حاجه ورا ماست بتيجي في المصدر، خدناها في الجرامر. ايه اللي لازم نعمله في المدرسه او في مكتبه المدرسه؟ طبعا في علامه استفهام اهيت، بس وي ماست بي كوايت، لازم نكون هادين في مكتبه المدرسه. سؤال القطعة ده بقى اللي حرفيا حرفيا اسهل سؤال الناس اللي عندها مشكلة فيه تركز معايا، وبإذن الله على نهاية الترم هيكون ده تدخل الامتحان تحل ده اول سؤال ان شاء الله. طب ليه ده اسهل سؤال؟ لان انت قدامك القطعة، ولا هتستمع بقى ولا اي حاجة، لا انت قدامك القطعة قدام عينك اهي والاسئلة كمان. طيب المستر علمنا نعمل ايه؟ المستر علمنا نقرا الاسئلة الاول، سيب القطعة خالص ما تبص لهاش اصلا، اقرا الاسئله الاول عشان تحدد انت عايز ايه. وات داز جانا دو اد بريك، جانا بتعمل ايه ولكن فين بقى؟ في الفسحه، اد بريك في الفسحه بالظبط بتعمل ايه؟ طيب يبقى احنا بندور جانا بتعمل ايه في الفسحه. طيب ايه التاني؟ وات سبجكتس المواد خدناها في الكلمات، داز جانا هاف توداي، جانا عندها مواد ايه النهارده؟ هنعرف برضه. Where is طبعا خدناها في لسه في المحادثه اللي فاتت. Where is the music room؟ Where بنسال بيها عن المكان. الميوزك روم الاوضه بتاعه الموسيقى موجوده فين؟ فعايزين نعرف الاوضه موجوده فين. جانا هاز نقط افتر بريك، جانا عندها حصه ايه بعد الفسحه؟ دي مفتاح الاجابه، بعد الفسحه عندها حصه ايه؟ هنعرف. جانا ووكس نقط ذا ستيرز تو ستادي ميوزك، جانا بتنزل ولا بتطلع السلالم عشان تدرس الموسيقى؟ برضو هنشوف دلوقتي. كده احنا حددنا احنا عايزين ايه، ندور على ايه. I am جانا، انا ايه؟ جانا. Today we have got، النهاردة احنا لدينا، لدينا ايه بقى؟ Arabic، Math، Social Studies، Science and Music. الله 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 يا مستر، ده دي اجابة السؤال التاني، إجابة السؤال التاني ده احنا كده عرفناها. ليه؟ لأنه كان بيسأل عن المواد اللي عند جانا النهارده، وهي دي المواد اللي عند جانا النهارده. طيب تعالوا أما نكمل. We have break in the playground، احنا بناخد الفسحة بتاعتنا في البلاي جراوند، هل عايزين دي في حاجة؟ لا مش عايزينها، ولكن كان ممكن يسألنا هما بياخدوا البريك فين؟ تمام؟ طيب at break، أوبا جرس إنذار. ليه؟ عشان الكلمة دي كانت في سؤال أهو. فنركز بقى. at break بيحصل إيه؟ We can talk and have sandwiches، احنا ممكن نتكلم وممكن ايه ناخد مثلا السندوتشات بتاعتنا وناكلها. تمام؟ يبقى ده اللي هي بتعمله. يبقى اجابة اول سؤال هتكون she talks and has sandwiches، هي بتاكل وكمان او هي بتتكلم وبتاكل مثلا السندوتشات بتاعتها. تمام؟ هنا اتكلمنا على she لان هو بيسألنا على ايه؟ بيسألنا على جنى لوحدها، عشان كده قلت she هي، ما قلتش we احنا. تمام؟ لأن هنا بتتكلم عن هي وأصحابها. هو بيسألنا عن جنى بس، فجاوبنا عن جنى بس. ركز وما تنقلش بالنص وخلاص. طيب السؤال التاني جاوبناه برضو. جنى has Arabic، math، social studies، science and music. طيب احنا ليه غيرنا have هنا؟ خليناها has، لأن هنا جمع وي فبياخد have، أما جنى مفرد فبتاخد has. مهمة الحاجات ديت أوي، ركزوا عليها. Where is the music room؟ لسه هنعرف. After break we have music، بعد ال after break جرس انذار. ليه؟ عشان اهو we have music، عندنا موسيقى. فين بقى الحاجات دي؟ Arabic، English، Math، Music. الله اهي موجودة اهي. تمام. The music room حجرة الموسيقى، جرس انذار كمان اهو. فين بقى؟ is at the end of the corridor، في نهاية الايه؟ الممر. It is on the first floor، موجودة في الدور الأول، فهيكون إجابة بتاعتنا the music room is at the end of the corridor on the first floor، في الدور الأول. تمام؟
طيب، طب والإجابة بتاعت سؤال 4 ده برضو عرفناها إن هي هتكون إيه؟ حصة الموسيقى هي اللي بعد الفسحة. ناقص سؤال واحد بس. So I walk up the stairs، أنا بطلع السلالم، وده كان إيه؟ السؤال الأخير. جانا walks up ولا داون؟ طبعا قالت لنا أنا بطلع السلالم عشان أدرس الموسيقى. بس كده مش محتاجين نكمل بقى، خلصنا أسئلتنا. شفتوا الموضوع ببساطة إزاي؟ إن إحنا قرينا الأسئلة فبقينا عارفين جرس إنذار فين 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 وخلاص، وجاوبنا الأسئلة بتاعتنا. طيب تعالوا بقى أما نشوف القصة الجميلة بتاعتنا. أول حاجة طبعا إحنا حلينا كتير على القصة، فهتلاقوا كل الأسئلة دي إحنا حليناها أصلا. Some pirates took Crusoe became a farmer. كروسو أصبح فارمر فين؟ حتة واحدة بس. فين؟ In Brazil. مش محتاجين نكمل قراية على طول. ليه؟ لأن هو ما بقاش فارمر غير في حاجة واحدة بس، في البرازيل. طيب كروسو wanted to be، كان نفسه يكون ايه؟ حليناها مليون مرة في القصة للناس اللي متابعة معانا، كان نفسه يكون سيلور. تمام. كروسو used a small boat to، استخدم قارب صغير الى لإيه؟ ايه القارب الصغير الوحيد اللي عندنا في تشابتر 1؟ to escape، عشان يهرب. small fishing boat، فاكرين؟ طيب كده ناقصنا ايه؟ some pirates took، took ايه بقى؟ took the ship to موراكو ولا saved كروسو؟ انقذوا كروسو؟ هل سفينة القراصنة اللي أنقذته ولا سفينة تانية؟ لا سفينة تانية. يبقى توك ذا شيب تو موراكو، خدت السفينة إلى المغرب وباعتهم كعبيد. طيب وين أند وير، وسؤال مهم ده وركزت عليه برضو وأنا بشرح. أين ومتى was روبنسون كروسو بورن، اتولد إمتى وفين؟ He was born in York in England in 1632. اتولد في مدينة يورك في إنجلترا سنة 1632. طيب السؤال الثاني، What did Crusoe's parents want him to be؟ الله المستر قال لنا السؤال ده مليون مرة، قال لنا إن Crusoe's parents ليهم حاجة واحدة بس، إيه هي؟ His parents wanted him to find a good job، بس سواء تيجي هنا في التوصيل أو تيجي هنا، سهلة جدا. ده سؤال بقى ليكوا أنتوا، Would you like to be a sailor؟ هل نفسكوا تكونوا بحارين؟ اللي نفسه يقول آه ويقول ليه؟ واللي مش نفسها او اللي مش نفسه يقول لا ويقول لي، بس كده. فمثلا هنقول اه يس بيكوز اي لايك ترافلنج مثلا، ايوه لان انا بحب ايه السفر. Do you think Crusoe was a brave man؟ حليناه بالنص السؤال ده. And why؟ طبعا هتكون الاجابه يس، ايوه بيكوز هي didn't want to be a slave، ما كانش حابب وما كانش راضي ان هو يكون عبد. And he escaped، وان هو ايه هرب، فده دليل ان هو بريف مان. نيجي على سؤال الاختيارات اللي بيكون عبارة عن 4 جرامر واربعة كلمات. الكلمات دي مهمتكم يا ابطال، تشوفوا الشرح كويس، تشوفوا اللي احنا التفسير بتاع كل كلمة كده زي ما بنفسرهم مع بعض، وان انتم تحفظوهم. اما الجرامر، الجرامر شرحناه كتير، حلينا عليه كتير، تعالوا برضو ما نقول حاجات تانية عليه. احنا الجرامر بتاعنا في يونت 1 عن must ومستنت، كان وكانت. ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ان must او mustn't للالزام والضرورة، حاجة لازم تعملها او حاجة مش لازم تعملها، حاجة ضروري عليك تعملها او حاجة مش ضروري ان انت تعملها. طب انما كان وكانت، لا كان وكانت بيكونوا للاستطاعة، حاجة انت تقدر تعملها اصلا او ما تقدرش تعملها. زي مثلا لو قلت مثلا you not fly، you not fly مثلا، يبقى كانت ولا mustn't مثلا؟ تبقى كانت، انت ما تقدرش اصلا تطير. تمام. او مثلا يو نوت سموك، يو نوت سموك، تبقى كانت ولا ماسنت؟ لا دي ماسنت. ليه؟ لان انت تقدر تدخن عادي، اي حد عندك يعني صوابع والسجاير وخلاص وهتدخن، ولكن انت لازم ان انت ايه ما تدخنش، يعني حاجه ان انت ايه مفروض ان انت ما تعملهاش. فتعالوا برضو ما نشوف مع بعض. يو نوت be quiet in hospitals، فاكرين قلت لكم برضو تركية حلوة، لما نلاقي ثلاثة نفي وواحدة إثبات نركز على الإثبات الأول، أو لما نلاقي ثلاثة إثبات وواحدة نفي نركز على النفي الأول، يعني نركز على إيه الحاجة القليلة. تمام. أما لو لقينا اتنين واتنين لا نبدأ إن إحنا إيه نشوف إلزام وضرورة ولا استطاعة، هنا نركز على مصدر الأول نجرب هل تنفع ولا لأ. You must be quiet in hospitals، أنت لازم تكون هادئ في المستشفيات، ايوه صح، يبقى الاجابه هتكون must، بس كده بمنتهى البساطه. ليه؟ عندنا ثلاثة نفي واحده اثبات، يبقى نركز على الاثبات الاول. ماشي، الحركه دي هتساعدكم جامد. she not drive at this speed، طيب مش عارفين برضو
ايه اللي يعرفنا اللي بعد النقطة بقى؟ it is not allowed. ده ايه؟ الحاجة دي مش مسموح بيها. مش مسموح بيها معناها ايه؟ الزام. طيب هنا بيقول لنا ان هي مش مسموح بيها، يبقى هي لازم تسوق ولا مش لازم تسوق؟ لا، هنا هي مش لازم تسوق. طب يا مستر ليه ما مشيتش بالقانون بتاعك بتاع 3 اثبات وواحدة نفي والكلام ده؟ عشان هنا بصوا، ادي كان اثبات وماست اثبات، كانت نفي وماست تنفي، يبقى لازم نحكم دماغنا بقى. تمام. ايمن از جوينج تو نقط او تو ذا نقط تو بوت هيز سبورتس يونيفورم، عشان يلبس اليونيفورم بتاعه. هيروح فين؟ هيروح طبعا التشينجينج روم، غرفه تغيير الملابس. اي كانت جو تو ذا كلاب توداي، انا مش هقدر ان انا اروح النادي النهارده. بيكوز، بسبب. اي نقط ستادي فور اكزامز، ان انا استطيع ادرس للامتحان ولا ان انا لا، ولا ان انا لازم ولا ان انا مش لازم ولا ايه؟ تعالوا برضو اما نركز عشان نعرف ان احنا لازم نشغل دماغنا حتى لو الكلام اللي انا قلته لكم كان موجود. بصوا المستر قال لنا ايه؟ في 3 اثبات، تمام، 3 اثبات واحده نفي، يبقى نعمل ايه؟ نختار النفي. لا، المستر ما قالش كده، تلبسونيش في حيطه. انا قلت ايه؟ نجرب النفي الاول. فهنعمل ايه؟ هنقوم حاطين مصنت، فهنقول I can't go to the club today، انا مش هقدر اروح النادي النهارده. because، بسبب، ان انا مش لازم اذاكر للامتحانات. هل دي جمله منطقيه؟ طب ما هو لو انا مش لازم اذاكر للامتحانات كنت رحت النادي عادي، انما انا ايه بقى؟ انا لازم اذاكر للامتحان. تمام. فنشغل دماغنا. رقم واحد، احنا عارفين القاعده، الزام وضروره ولا استطاعه. بنسهل على نفسنا ازاي؟ ان احنا لو لقينا 3 نفي وواحده اثبات بنجرب النفي. والله نفعت زي هنا، تمام، كان بها. ما نفعتش زي هنا، نجرب الحاجات التانية، وهكذا. نشوف بقى هي اثبات تاخد ماست، يعني هي الزام تاخد ماست ولا استطاعه تاخد كان. طبعا هنا الزام، انت تقدر تذاكر في اي وقت وتقدر ما تذاكرش عادي. وي جو تو ذا نقط ديورينج ذا بريك تو ايت اند بلاي، فاكرين قريناها في القطعه. احنا بنروح فين في الفسحه؟ بلاي جراوند. برافو عليكم. Our classroom is number 6. It is not the middle. The middle بتاخد حرف الجر ايه؟ حرف الجر in. In the middle. You not put too much salt in your food. انت حطيت او نقط، انت ما عرفش لسه، too much salt يعني ملح كتير في الطعام بتاعك. ادي 3 اثبات واحده نفي. نجرب النفي الاول. You mustn't put، انت مش لازم تحط ملح كتير في الطعام بتاعك. هل ده صح ولا غلط؟ طبعا جملة صحيحة 100%. ليه؟ لان ده شيء ايه؟ ضروري ان انت تعمله، ان انت، او ضروري ان انت ما تعملوش، ان انت ما تحطش ايه؟ ملح كتير. لكن انت تقدر تحط كتير وما تقدرش عادي، يبقى الاستطاعة موجودة، يبقى هتبقى مصنت. رقم 8، the نقط is the place where we have our science lessons. فاكرين تلكم science يبقى laboratory، اما لو بوكس يبقى لايبراري. فاكرين الحاجات دي؟ طيب نيجي على اخر سؤال معانا. read and correct the underlined words، هنصحح الكلمه اللي تحتها ايه؟ خط دي. my classroom is at the end of the، at the end of the قلناها يعني حوالي 20 مره من ساعه ما بدانا اليونت. فاكرين at the end of ايه؟ of the corridor، في نهايه الممر. بس يا مستر انت قلت لنا لما نلاقي بريك دي نبص على بريك اللي هي بتاعه الفرامل. مظبوط، ولكن هي مش ينفع نقول at the end of the break، في نهايه الفرامل؟ لا طبعا، مش حاجه منطقيه. ايه اللي منطقي بقى؟ at the end of the corridor، في نهايه الممر. الكلمه دي عشان اتكررت كتير، فاكيد هتكون ايه؟ شغاله في ودنك كده على طول لو انت سمعت الشرح بتاعي. we must be careful in the laboratory، هل ينفع نجيب البي بي بعد must؟ لا، ده احنا بنجيب الفعل في المصدر يا مستر. برافو عليكم، بنجيب بي في المصدر. We mustn't wash your hands before eating، احنا مش لازم نغسل ايدينا قبل الاكل. هل احنا مش لازم ولا لازم ولا نستطيع؟ لا، احنا لازم، لازم نغسل ايدينا، ولكن احنا نستطيع وايه؟ وبمزاجنا ممكن نغسلها وممكن لا، يبقى الاستطاعه موجوده. اما الالزام هو هنا اللي ايه؟ اللي احنا محتاجينه بقى. Is classroom 3 stairs or downstairs؟ فاكرين ليفت ورايت؟ كان في رايت فحطينا ليفت عشان كان في ايه؟ اور، او. هنا في داون ستيرز، يبقى ايه اللي موجود هنا؟ اب ستيرز. كده ناقص لنا ايه؟ ناقص الرايتنج
السؤال بتاع الباراجراف انا حابب ان انتوا تحلوه. ليه؟ عشان انا حليته معاكم مرتين، انا حليته معاكم مرتين وعرفتكم بيتكتب ازاي وايه القواعد اللي احنا نتبعها واحنا بنكتبه. تمام، احنا عايزين 6 جمل نكتب ازاي برضو للتذكير. بنسيب مسافة صغيرة في الاول، بعد كده بنبدأ كل جملة بحرف كابيتال. الجملة بتاعتنا تكون جملة بسيطة عبارة عن فاعل فعل مفعول او فاعل فعل صفة، بمنتهى البساطة جمل بسيطة، وبعد كده نقطة، بعد النقطة حرف كابيتال، وهكذا. عايزكم تكتبوه وتقدروا تكتبوه في التعليقات وانا اجاوبكم، اقول لكم لو كان في حاجة غلط او في حاجة مش مظبوطة ان انا اصححها لكم. كده احنا خلصنا الدرس بتاعنا، اشوفكم على خير ان شاء الله مع بداية يونت 2 بقى باذن الله. يعني يا ريت ان انتوا تبداوا تقفلوا يونت 1 كويس جدا 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 عشان ان شاء الله نخش على يونت 2 هنجري بقى شويه ايه في المنهج مع بعض. احنا كده حطينا الاساس بتاعنا خلاص. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.